رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى من كتاب الجنائز، قال: فصل يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوجة، لا يلزمه كفن امرأته. ويستحب تكفين لين في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل منه في قطن بين إليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، تجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، وإن طيب كله فحسن، ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقدها وتحل في القبر. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، وتكفل المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين، والواجب ثوب يستر جميعه. فصل، أي فيما يجب من تكفين الميت. يجب وحواجبيه تكفينه، أي تكفين الميت، ميت كإن لك كفنه في ماله، ملكي سإن لك كفنه، كفنت ملكي سإن لك بحنا، مقدما حال أويهي كفنتاس مثل هر مرينيه، على دين دين لك هر مرينيه، وغيره وغير الدين سيدا وصيدا أو كلا يردحل كبا. فإن لم يكن هدونا أهين له ميت كأونا أهين مال حوله، هدونا حول لهين، فعلى من قف دشي سبا كفنت أهاتي، تلزمه أي كل زميسه نفقته، أي نفقة الميت.
ميدكاس هدو نول يهو فقير يهي عدي نفقدي سؤال لازم كو أهان لهيت أيا لسارة يا كفنتي إنو كانو إلا الزوجة زوجك مويه لا يلزمه زوجك كما لازم يو كفن امرأته زوجتي سيد لمتي كفنتيدو إساقا لازم كما أها ويستحب وعن مستحب أه أولا سنية تكفين رجل نين كفندي سلا كفنه في ثلاث لفائف صدح دوب ومريعه بيض اعد عد ان لغو كفنه مريعه صدح دايو تجمر انسي لوشي دايو ولا بخورين ايو لعرفين ايو ثم تبسط مركابة لفيدين بعضها فوق بعض ولا استول صاري صدح دودة مدى لفيدين مدى كلا لدول صاري مدى كلا لدول صاري ويجعل والليالي الحنوط وهي لها ادقو عرفية ايا الليالي عرفية ياشا ايا الليالي فيما بينها اي فيما بين اللفائف مريها صدح ذا لحذو ذا وعرفية ايا لغو الشبي ثم يوضع ميت كيبا للي عليها اي على لفائف صدح ذي مرو اسكو كرقو قلن ايا كرقا لغا ساري مستلقيا حال اويهي مت سيدا قدي عد الله ديقاي سيدا دبر دبر بالله ديقاي ويجعل وحال ليليا منه اساق حقيسة يعني وحالقها الله يا حنوتكي وحي عرف سوينك اها ايا وحالقو شبيا وحي مرضا لقو شبي موية وحي كرا صوهري في قطن صوف با لقو شبيا مركاس با وحال ييري صوفكي بين إليتيه لبدي سلقو دحضو ذا قار اهان بريضا انبا لقلين ويشد ولغو حري مركز اينا اصعد دعين فوقها اي فوق القطن قطن كركيسة خرقة عد امرأة مشقوقة اي وحويا لشيحي مشقوقة الطرف طرف كيدا لشيحي ولغد لغي كتباني سيدا سروال دبقاب او كرا لغد لغي ايا لو حري سيو علي قطن غاس مش قيد على سمرضة هي لجي حيو سرول دبقاب كو كلا لقد غينا تجمع إليتيه ومثاني ومثانته يعني دبضا إيا بريها إيا كاد مرينك قمارك بيسكو هيسا ويجعل الباقي باقي كسو هري وحيالها عرف صدأه إي حنوت كان وحال ليليا على منافذ وجهه وجه جيسة ميلها وضا دلولوردن سنكا اندها دغها افكا ايا لو لا ايا ايا صوفكي او وحا ادقاله با لغو دار دارين ايا ايا ومواضع سجوده ميلها سجود وجه لبدا على عرض شلبها يلغها فروه وظهرنا والله مرنا يا حنوت كاس وإن طيب هدي طيبك يا برافونك يا وحا أدقيه لغو أدقيه كله جسد كيسور نلا وضا مرينا فحسن ويوناك سنتهي ثم مركا كبعدي يرد ولا سوء لنا يا هو ولا صلابي طرف اللفافتي مريه صدح ذا هاي اللي قد دوب يقفك طرف تيده ما ركتها ايا الله صلى بي ولبا اللفافة العليا صدح ذا الا مرويك لسر سرياني مدى اقوص الرئيسون ميت كنا اقرسا ريهي طرف تيده
وليب على شقه الأيمن مدك تحكته أي الله صلابي، ويرد طرفها الآخر من فوقه طرف تكريتا أيضا لنعن عن لوسو رجي مركز اللبدي طرفود سائس الله فيه اسدل ساريهين ميت كي كوم مراغيهين. ثم مركا كبعدي الثانية مرض اللباد إيكو حكتا باسدو كاللوغلي، والثالثة مدى صحة هذا وجودا بيسي قوغلاني ذا لولكا تالي او با ايادا سيدا لوغلي مركاس ايادا اوغوهر اوغوكو ريسان مركان مريها ايادا اوغوكو ريسا مركا ورا وحا اوغوكو ريي مدى ميت كلا دول ساري حدا مركي لا اسكو العليانا مدى اوغوهو سيسا اوغوكو مرتاي. ويجعل قفك ما يرياه وحو يالي اكثر الفاضلي مرض انت الصوهر تيو دير وقف كديراته عند رأسه حق مضح أبد. ثم يعقد مركز قنتي وتحل ولا فري قنتي انت مضحه في القبر قبر قد احدي سال لقو فري. وإن كفنا حد لقو كفنه في قميص قميص يا ومئزر هوس قنتي هي ولفافة مر لغو دودوبه جاز وبنانتهي. وتكفن المرأة هوين ايدي وحال لغو كفنيا في خمسة أثواب شن مر إزار إزار لحظة لغو حرو قرض عملا، وخمار خمار مضح اي قورت قرية، وقميص قميص عبور واللفافتين يلا بقوا أول لقو دوبه انت اسبع لقو كفانا يا هوانك. والواجب انت واجب كاهنا ثوب هل مرء او لفافه قع او يستر جميعه اي جميع بدن الميت ميت كبدن كي صولا استريا انت سا واجبه انت كلاو مستحب. وحن كسو جرني صلاة الجنازة خروحا نقصو هذا الني ميريتان كم ميت كلم ميرو ايو آذابتا قاب كلو ميريو ايو قف ميري يبا ايو وحن لوغا باهن يه ميري دا مركي لصور دافو وحا كوحيغا مسألة دا اهين لكفنو ميتك كفن تيبو هدى قليا. فصل كان مركا فصل فيما يجب من تكفين الميت وحواجب كأه وميت كفني دي سأه أيوك هذا يا فصل كان مصنف عقوب الله يجب وحواجب أيوه تكفينه ميت كي إن لكفنه. نبي صلى الله عليه وآله وسلم نن أن حديث كيسي قصدي شهراء وصوب برني وأيضا عرف الله تاجي هاي الانتي كرد عي هشي أوصافنا أي النبي يقول يري كفنوه في ثوبيه لبدي سمر كفنا ننك أنت اللي جيري أم بميت كصوم مسلم أنا ليالي ولا كفني ميت كصوم مسلم هو الانتي ولا كفني. نعم مركابه وحويري في ماله كفتنا قفك لا ميت كاهو لنتي هدو حول لها حوله سي هاركتا حوله سا ايا كفنت لغا قدي او لغا قادي. نعم هدو حول لها وي في ماله ملكي سا لغا بحن هذا هو الاصل ملكي سا أيال لغا بحين أي في مال الميت. سببته حديث كان هذا صومر نوعا كجري كفنوه في ثوبيه لبدي سمر لبدي مرو ستالي هلغو كفن. إذن قف كستا كفن تلغو كفن ياهي كفن ملك أولها وين النقطة وحوله ساء مقدما حال أوي هاي كفن تعمل لغا هرمارين أيوه
على دين دين لغا هور مرينيو إيا وغيره دين تغير كيد دين تغير كيد وحويا ووصيضة إيو لحالك وحالي إيه هذا مركي إرثيقا لجوغو إيا فرائضة حوالها وكت قفكو كدنتي وحالي إيه هذا تاريكا شرعي قصاصة لغو مقعابا تاريكا حوله كتغي حقوق با مركا كل لازمة يسو مركا حق كوادي وحالي إيه هذا مؤن التجهيز خرش كقفك اللي قد دوغيو وكفنتو كم تهي وكو وحاكو عيقا دينتا هدي الدين اللي قولها دينتا لقى بحنايا انتا دحالك اللي قايبين وحاكو عيقا وصية دي او دردار مي انتا سهل السيو انتو نولا داتك مساكين تاها الله صدق ايو مركز كبعد با وحا ايمان ايا دحالك مركا مؤن التجهيز oo kafantu ka mid tahay waa laga hormarinaya inta kaloo dhan waliajli dalik una yiri muqadaman xaal uu yahay kafantaasi mid la hormarinayo calaa daynin dayntii mayidka lagu lahaa baa laga hormarinaya waayrihi waayra daynina waa laga hormarinayo dhaxalkii iyo dardaarankii ah intaan dayn la fulin oon dardaaran la fulin oon xoolihii la dhaxlin ayaa laga qaadayaa كفنتي فإن لم يكن له مال هدونا حول رهين حول رمله فقيرها حول كمتقين وحك فنقو يبمها مله فإن لم يكن له مال هدونا حول رهين مركا محون نقونيا هدون حول لهين وحال لغا قاضي وحال لغا مارك تاي محونها هدون حول لهين وحال لغا قاضي قفك اي نفقدي سكو واجب تهي فإن لم يكن له مال هدون حول لهين فعلى من قف دشي سبي كفنتو اهان تلزمه أي لازم يسو أي كل لازم يسو نفقته أي نفقة الميت ميت كبيئة محوان مصروف كيسة هدون نولان لها وأنا أصوش إيا فروع ده مثلا أبوه هدو فقير يهي أولادي سبا مصروف كيسو كو واجب يهي أولاده هدي فقير يهين أبا ياشبي كو واجب تهي نفقته ده نعم وساسوكالي نفقة الزوج زوجتي تجب على زوجها زوجها نفقة ذيدو زوج كي كو واجبتها وهكذا إذن وحويا المركب هدي ميتكي هدون حول رهين هدون ميتكي حول رهين وحال السمين قفك ما ركتي محوها نفقدي سوئي كو واجبتي وقريب كي سأة أمبا لساري أو للي يهي كان أدو كفنتي إلا الزوجة زوج كموية لا تلزمه لا يلزمه كفن امرأته زوجتي سكفنت إذا لازمكم معها شيء غريب هديب اللي يري هدون حول لهين قف كن فقدي سو أي واجب ككتهاي مركو نول يهاي أيا لقربا محلو لي يهي زوج كمركز زوجتي سكفنت إذا ما بحين أيوه يدي واجب كو اهي نفقديش وحيليهين زوجك نفقدو وبحين اياه يعني وحيليهين قرار سيدا قبطان لبقى قول باهورتك وجرته
قول وقول كان هذا ماشي يالو مذهب كاسيد انقبه سانا مش مذهب كمشهور كؤه حدا يهوينا يدمته او لو يكفن حولل لو كفنه وكفنه جيسبة كما يتجن زوج كيدنا وحول لي يهي هدو أسقو وتبرعه ولي يهي لكن لقو ما لازمين أيو حقنا هان لقو لازمين ما أيو سببتنا وما هاي سو نفقد يدو واجب كما أهين وحيلا يا نعم نفقد يدو واجب بيكو أهد لكن نفقدو وحويا على سبيل المعاوضة وحصداف سيسواي وحوي صداف صدين أساقونا إنو نفقيه ونكو استمتاعه ساسي هاي هادا واقلمتاي استمتاعي واقو اي مر هاداي قوضاي حويا ماركتاي لازم كماءها ساسي ليه لكن قول كلاجرة وكصواب بضن قولك كلو حليه هاي لازم بيكوت هاي ولبا وحي لازم بيكوت هاي هبقو استمتاعي لكنه هذا من العشرة بالمعروف عشرة دي وعاشروهن بالمعروف تي إلهي ري أي كم تهاي أمر إلهي بابا صارا وحين كلو كم تهاي من المكافأة بالجميل نلول باصو ده مرتي لبدا زوج وانا ان لا يسوء اوغادا او لو ناجيا لا بقى الدنيا كو كلا تكتي او دولك الهي كلا غشو اسفرتي اي الهي لا دردار ما يا هو خولي ولا تنسوا الفضل بينكم فضل لي ايدين دخيي هل ما مننا وكيف ايدو تحت عصمتك ايدو اه وإلمهاجي هو يدود أه أي كل متي من المكافأة بالجميل أي كم تهي إنه مؤن تجهيز لن أسوق بل دياريو بل علاقة الزوجية لم تنقطع ولما يقول إن علاقة الزوجية بدليل الزوج يغسل امرأته بعد موتها زوجك زوجتي سي مركي لمتي أسقى أقول لما بلما إنه ما يروح عدينا زوجيتي اي قوضي وننجري لهين ميال لديه لها مير مركز صدح ذا الرماد وإسو تكتاي إني من العشرة بالمعروف تهي إني من المكافأة بالجميل تهي إن علاقة الزوجية إن ولقو إن وهدي اي دمة أمير ايو انت صلو المركي لإسو جيو لازم بيكون نقني إنو الول لازم من ايه بحيا لليسر قول كاسانا قول كالراجحة لكن قول كي هوري هي مذهب كوكبا طيب ويستحب هدي مركا اي دعضه زوج كينا فقير النقضي قرابدي كلا فقراء النقضين محال ليلة يا مركاس بيت المال كان لقى بحين هدي بيت المال جيرو هدي اين بيت المال جيرنا مسلمين تكلك بحنيس إلا هو فرض وفرض كفاية واي وإن قفء مسلمه أقوم استاغو يرادانا بحنية إلا هلا واي لابد وإن لكفنا ويستحب وحاسنة الله سنة يا مستحب من الاستحبابات كم بدا وعلماء جعل استين تكفين رجل ننهدو يهي ميت كوين لغو كفنو في ثلاث لفائف صدح قو ما ركتها صدح دوب ودرة امرأة دوب كمعناه على وجه ذا قف قدام وذا قرين كرتو لقو دوبي كرو صدح اه وبيض عد بقى لقو ايا لقو كفن ايا سببتو ايته النبي سيد الله كفني سيدة عائشة ورنيسو وحيلا ذا كفنا في ثلاث لفائف بيض سحولية صدح دوب أمرو أو عد عد أو قريا اللي يرادة سحول ويبن كتالة
lagu sameeyo dhar la yaqaanay ahayd ilaa dharka hadii jeerana meesha lagu sameeyo iyo waa loo nisbeeyaa magacyo u leeyahay. Haddaba waa sidaa maaragta waa lagu leeyahay mathalan hadda maryaha iyo dharka maaragtay muxuu ahaa la qaato waa amerikaan iyo jaban iyo waa siin iyo waa lagu yaqaanaa dharka saas magacyadaas waa lagu yaqaanaa meesha lagu sanceeyo in loo idaafeeyo. laysa fiiha qamiisu walaa cimaama, qamiisna uunan ku jirin cimaamadiina ku jirin ayaa nabiga lagu ayaa lagu kafalay. xadiidkuna waa mutafaqun calayh. marka iqtidaa'an ku dayasho lagu dayanayo kafantii nabiga saddexdaa maro baa la isugu dari see la yeeli tujammar waa loo bakhuurin bakhuurka waxaa tajmiirka tajmiirka almujmar mijmarku waa bahalkan dadka qaarkoodna idan ay u yaqaaniin dadka qaarkoodna ay dabqaad u yaqaaniin oo wax lagu fooxiyo fooxa iyo inta lagu shubo iyo waxyaalaha udgaya uunsiga guriga loogu shido marka maryihiiya saas loogu shidayaa yacni waxyaalahan bakhuurka oo wax udgiya oo la qiiqiyo waa inta lagu shubo baalka girgiraha ahe idanka inta lagu shubo oo markuu qiiqo aan marada lagu huwin weliba marada waxaa la leeyahay waa la qoynayaa biyaa lagu rushaynayaa intaan loo bakhuurin oo bakhuurka iyo uunsiga aan loo shidin markaas kabacdi baa loo shidayaa. marka qiiqii uunsiga aan maradii oo qoyan ku dhegaya marka udugu ka bixi maayo si sahal ugama zuulayo mara sidaa loo uumiyey oo loo bakhuuriyey waa la bakhuurin si ay udug u udugto. markii bakhuurka lagu soo bakhuuriyey udugii wadato thumma tubsatu waa la fidin mee waa la dhiga ama miis korkii ama dhulka ama sariir baa lagu kor fidin. markii la fidiyo baa haddana midda labaad lagu dul fidin oo midda saddexaad lagu dul fidin. nacam soo ma aragtid. wayujcalu waxaa la yeelayaa alxanuutu xanuudku waxyaalo badan oo udga oo barafuun oo la isku dhex daray weeye makhluuq ah. wayujcalu waa la yeelayaa alxanuutu waxyaalaha oon carfiya carfiyayaasha la isku dardaray baa la yeelayaa fiima baynaha ay fiima bayna alathwaab waallafaa'if yacni lafaa'ifta iyo dharkaas dhexdoodaa lagu kala shushubi maaragta midda koowaad iyo midda labaad dhexdooda midda labaad iyo midda saddexaad dhexdooda baa lagu shubi. thumma yuudacu maydkii baa la dul dhigi calayha ay cala allafaa'ifi lafooyinkii dharka ahaa iyo saddexda go' ahaa isdul saarnaa baa la dul dhigi mustalqiyan dhabar dhabar baa loo dhigi marka dhabar dhabar ah baa loo dhigi. markii sida loo dhigo xanuudkii la isku daray wixii maryaha lagu shubay mooye wixii ka soo haray ayaa waxaa lagu shubayaa suuf qutni qayb ka mida baa la qaadayo. wajcalu waa la yeelayaa minhu ay min alxanuuti xanuudkii iyo udugii qayb ka midaba waxaa la yeelayaa fii qutnin suuf baa lagu shubi markaasba suufkii waxaa lagu cubi oo la gelin bayna ilyatayhi labada lugo dhexdooda weliba bariyaha dhexdooda ah baa la dhex gelin. sababta loo dhex gelinaya waa maxay? waxaa laga yaabaa markaa la rogrogayo mayidka la rogrogayo oo maaragtay muxuu kafanta lagu duuduubayo ama la qaadayo inay gadaal wax ka yimaadaan. daa'imana wixii gadaal ka yimaadaahi waxay noqonayaan wax raa'ixadoodu ay kariha tahay taasaa lagu celinaa. marka hadday xataa soo baxdo si udugaani oo urkeeda maaragtay muxuu ahaa uu u baabi'iyo saasaa loo yeelayaa. marka suufkaas
وحيالها ادقو حنوتها كل جرو بل لو قرن بريها دحدودة دابا ديدنا يشد ولا قو حريو لقو أتكين فوقها سيئين أدعين فوقها أي فوق القطنة قطنة دي اللي قرية بريها دحدودة أيا وحال لقو أتكين خرقة عد قوة عد قوة أو مرأة أو مشقوقة الطرف طرف كيدو وشيحن يهي والله بعض اللغات يكرا راعي كران ماشي الله بعض اللغات إحدى ذا بكجو أن يهي الله بعض اللغات نو يكرا راعي كران هل كان لحول لغة هل إحدى ذا ولا مرسين يا كتباني سيدا سرو الجاب وكلا سيدا متنتها يا سرو الجاب كلا بالله قد يجي سيو علي يصفك أمرك وحويا مرضاسي تجمع إليتيه ومثانته بريها إيو إيو قمار كان كادي حيستا بو إسكو هيا وان سروالي يرسيدا ما تنتوك على عمله ساسا مرك اللوغو هيا اللوغو حري انت وحالك الربا إنو نصوف كل عين ويجعل حال يلي الباقي حنوتك انتي باقي أهيد أو صوهرتي وحال يلي على منافذ وجهي وجهيسا ما لها دلدلول دن بل يلي حق يدلوشا سنك لبدي سد الوي دلوشا لبدا دقود وي دلوشا لبدا ان لوض ولا ساريا افكا اي بشمها دحدود ولو قلينيا ماركتا ادو قاسبا لقربا كل سببتو اي تهي وهي لها هوامتا اي حشراتكو سعين أقلنين أقلبين ميتك أي كعر ريان حشرات وكعر ريا أدقاس إيو مواضع سجوده مواضع ذا لغا سجوده تضبع حمنود بل لغا سجوده وشيغا إلى أن يلا سنك يلا بدا على علود يلا بدا تشلبود إيو لغاها فروه ظهره انتانا والوم مرين تشريف لشرف إيو ما هذا حبناها سي وحبنه لقى سجود جري وكشر فنيهين حبناها كالي بلوم مرينيا وإن طيب كله هدي كل جيس لو برافونيو فحسن وهو ناكسن تهي لكن وحالا قيابا إنا مكلف تهي ما ركتا لكن هدي طيب كوة ظفيلن وجركي سطن الله وضمرين كرو وحسن وفي عن تهي ثم يرد مركبا لسوعل طرف اللفافة العليا صدح ذي مرولا اسكور ساري مدى اقصو سري سميت كدول ساري هاي طرف تيدا مدقي على شقه الايمن ثم يرد طرف اللفافة العليا لفافة اقصو الرئيس صدح ذو ميت كدول ساري هاي طرف تيدا لسوعل او على شق على شقه الأيمن لنا عم مديجة كجرت لنا عيسى مديجة ضرفت أه بقى أنت لسوع عليا لنا عكلا وبدي حل سوه سجلين ده بديدنا ويرد طرفها الآخر طرف كذا كليته وبدي حذا جرته أيا دش الله قصو صاري مرك لما دي طرفها صار الله يسوع نفسين ولا يسوع سجلين قوي كرو وميدكو كدول فدي مرك يسال الله قالوا قوي كلو كحجي أي سيدي وكلا لوغليا ثم الثانية لفافض اللباد باسيد وكلا لوغلي والثالثة مد كلا صد هذا سيد اللوغلي مد والبا كلي جيد أي لباد يتضر في النافسين تنكو عكت سيد وكلا تنكو عكت سيد وكلا سيد مركي اللوغلو خلاص ميتكي مركا واحد حريني هاي هم رضي بسال لوغو 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 هويي سو مركت مركا مرادونا مركو هروينا ديرتو قفكا جوغي كا ديرتahay سيدا ديريركا مركي لا يراهدو حقا مدحا لو بدين ويجعل حال يلي اكثر الفاضل انت ديريركا الا انت لبدا دينع وخي خيغي وا اسكو علعليي وها سو هري وا لوغي يا مدخي ايا مرادي حقنا باقي با اجيره حقنا باقي با اجيره لكن حقا مدحا لو هرمرينيا ويجعل حال يليا أكثر الفاضل
inta soo hartay inta ugu badan cinda ra'sihi baa la dhigi, qaybta madaxay aa loo badinaya. Marka qaybta madaxa wixii zaa'ida waxba kuma dhex jiraan, labadii dhinac waa la isku celceliyo, meydkii baa lagu duuduubay. Laakiin madaxii iyo lugihii baa qaybi soo hartay, qaybta madaxa loo badin. Marka uma yacqiduhaa, qofka meydka kafanayay qaybta madaxa uu gunti iyo lugahaba hadduu rabo, haddii luguhu ay iyaduna wax zaa'ida yihiin. Watuxallu, guntintaana waa la furi. Fi lqabri, markii qabriga la dhigo ayaa la furi. Sababta loo furayana waa maxay? Inuu ka neefsado, maxaa yeelay maydku waxay u badan tahay inuu bararo dibiro. Haddii marka ay maradu ku xirxiran tahay, wuu kala googo'ayaa jirku, si marka uuna u kala googo'in ayaa la furi si u neefsado. Saasay leeyihiin, wallahu aclam, ila saasay uga dhigeen. Tayib, maydkii marka la yidhi saddex go' baa lagu kafanayaa, ayuu wajka la keeno, wuxuu yidhi wa in kufina, haddii lagu kafano fii qamiisin, qamiis lagu kafano, iyo wa mizarin, hoskunti, iyo wa lifaafatin, hal go'oo lagu duuduubo, jaaza, wuu bannaan yahay, waa bannaan yahay. Laakiin sida sawaabka ahi waa saddexda go'. ilaa hadda xadiidkii caaisha waxaan ku soo marnay saddex go' oon qamiis iyo cimaamadi midna ku jirin, maaragtaa. Marka in sidaa la raaco ayaa haboona awlo ah. watukafanu, wala kafani almar'atu, haweenaydii, fii khamsati athwaab, saddex maro, ee shan dhahan, shan aan oran lahaa, shan maro unbaa lagu kafani. Izaariin, hoosgunti, yani gogorod, wa khimaarin, iyo khimaar, madaxa iyo qoorta, iyo inta garbaha qarisa. Wa qamiisin, iyo qamiis cabuura. Wa lifaafatayni, iyo laba go'oo lagu duubo. Saa unbuu leeyahay. Xadiid baa ku soo arooray, laakiin xadiidku waa daciif. Sidaa darteed culimmadu waxay yidhaahdaan haddii xadiidku saxana ansaxana waa sidaas, haddii kale wixii ragga lagu kafanayba iyadana lugaya, waxba kuma kala duuna, waxba kuma kala duuna. Qowlkaas baana dad bacdu lmuxaqiqiin, culummada muxaqiqiinta qaar ka midihi waxay leeyihiin haddaanu xadiidku ansixin, qowlkaas unbaa asax ah in wixii ragga lagu kafano iyagana lagu kafanayn, waxba ka duunayn. Walwaajibu, waxaa waajibkaahina, thawbun yasturu jamiicahu, hal maro oo jasadka meydkoo dhan asturaya unbaa waajiba, wixii ka badani waa mustaxab iyo sunna wey. Laakiin halka maro wuxuu ku kaftoomayaa oo u kaafin karaa hadduu meydka asturayo bisharti inuu inaan looga jeedin maradu aynan khafiif ahayn oo jasadkiisii aan looga jeedaynin. Hadday maradu khafiif tahay oo basharada iyo jasadka ay ka muuqanayaan, ma kafaynayo, waa in mid kale lagu daraa ama mid saddexaad lagu daraa si meydka jasadkiisi uu u qarsoomo. Tayib, wixii intaa ka dambeeya, intaa waxaa ku dhammaatay kafantii. Mas'alada ku xigtaahi waxay noqonaysaa salaadii meydka in lagu tukado. Ilaa afar mas'ala waajibaysay in la maydho, horaan uga soo hadalnay fasalkii hore, in la kafano, fasalkan labaad oon hadda caawa akhrinay, in salaad muxuu ahaa lagu tukado waa fasalka ku xiga, ilaa ay ka dhammaato marka saddexdii mas'alo. Caawa marka darsigayaga intaasaan ku joojinaynaa. Wa ilaa huna, wa subxaanaka allahuma wa bixamdik.
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.